السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 48 من كتاب الجديد في الرياضيات مستوى السادس ابتدائي. وصلنا للدرس العاشر، هو الزوايا، منصف الزاوية، les angles bisectrices d'un angle. bisectrices d'un angle، هنا ندوزو لأكتشف وأتمرن. لاحظوا معي التمرين الأول. التمرين الأول يقول أكمل الجدول التالي. كتلاحظوا هذا الجدول، هذا شنو مطلوب فيه؟ مطلوب أننا نعمرو هذه المعطيات اللي كاينه ديال هاد الزوايا. عطاونا المثال الأول، مثلا اسم الزاوية AOB. من كتلقى هاد الطربوش هذا كتعني بأن هاد البلاصة هي رأس الزاوية. إذا فين هي AOB؟ هذه AOB، وممكن تسميها BOA، ما عندكش مشكل. من ما بديتي الاساس هو ما تغلطش فاش في الراس، الراس اللي ما كيغلطوش فيه، اللي فيها الطريبيش هذا، واضح. الراس ديالها شنو هو؟ او، هو او الراس ديالها. ضلعها، ضلعها او ا او بي، هما غلطان، او ا او بي. ضلعها ديالها او ا، علاش كتلاحظ بان هنا مسدوده بحال القطعه المعطوفه من هنا؟ كاين قوس، يعني او بي مفتوح، مسدودة من هنا ولكن مفتوحة، تجي ممكن تطول. هنا أو أ مسدودة من أو ولكن مفتوحة في أ، مسدودة من أو ومفتوحة في أ. القوس كيبين بحال هذا نصف مستقيم، مسدود في هاد البلاصة ومفتوح من هنا، وهنا نصف مستقيم مسدود هنا ومفتوح هنا، واضح. هنا تقديري لقياسها بالدرجة، يعني الزاوية اللي كتكون بحال السطر كتكون زاوية مستقيمة، والقياس ديالها كيكون 180 درجة، يعني 90 زائد 90 هكا كتولي 180. قياسها بالدرجة يعني ملي تأكدنا بأنها 180. نوعها هي زاوية مستقيمة، زاوية اللي في السطر نيشان كتسمى زاوية مستقيمة. نشوفوا الزوايا الأخرى باش نبداو، نبداو بهذه اللي حداها. اش كتسمى الزاوية؟ إما تسميها جي أو إف ولا تسميها إف أو جي، على حساب شنو بغيتي. الأساس هو الرأس، ما تختلفش فيه، هذا اللي فوق الطربوش هو هذا. إذا نقولوا جي ياك أو إف، ونديروا له الطريبيش ديالو، يعني الرأس ديال الزاوية. رأسها شنو؟ أو، الرأس ديالها هو أو. ضلعها فمنين مسدود؟ مسدود من هاد الجهة وغادي مفتوح هنا، مسدود من هنا وغادي مفتوح هنا. إذا ضلعها شكون هما؟ هما أو أو جي، مفتوح من هنا ومسدود من هنا. و أو شنو؟ هي مسدودة من أو ومفتوحة من إف، أو إف، واضح. تقديري لقياسها بالدرجة، هادي غتكون شي 90 درجة، يعني بحال كتبان بحال بحال زاوية قائمة. نقولو 90 درجة ونشوف، نقيسوها القياس ديالها بالدرجة، نتأكدو دابا واش فيها 90 ولا لا. نتبعو معايا نعبروها كيما كنقولو الطريقة ديال العبارة بهادي، كنحطو النقطة على النقطة، شفتوها، السطر على السطر، هاد المنقالة تكون داخل الزاوية اللي غنعبر، ونبدا العبارة من الصفر. هادي هي التقنيات اللي علمتكم، نحطوا النقطة على النقطة، السطر على السطر، نبدا المنقلة تكون داخل الزاوية اللي على المرة، نبدا من الصفر. كنشوف فين واصلة، هنا واصلة ل 90 درجة. بغيت نتأكد كندير هكا، تبعوا معايا، كندير هكا وكنشوف فين واصلة هادي، شتو؟ إذا 90 درجة كان عندي الصح. إذا كتساوي 90 درجة. زاوية، اش كتسمى الزاوية اللي فيها 90 درجة؟ كتسمى زاوية قائمة، واضح. ندوزو اللي موراها، مثلا هاد الزاوية هادي اش كتسمى؟ ام كا ال او ال كا ام، اللي بغيتي. المهم الرأس هو هذا، اش عندنا؟ ام كا ال، الرأس هو كا. ودابا من كنحدد الضلعين ديالها، كنبدا من الضلع المسدود، يعني من الراس، ك ام و ك ال، هنا جهه مسدوده وجهه مفتوحه. الراس بعدا شنو هو؟ هو ك، واللي فوق الطربوش، وكنبدا ك ام، هذه مسدوده والقوس مفتوح، و ك ال مفتوح عاود.
نشوفوا شحال هنا من درجة بحال دابا هكا اللي كانت هكا تكون 90، هذه تكون شي 70 درجة تقريبا، ما نعرف حنا على نشوفوها. انا ندير التقدير ديالها تكون 70، انا اقل من 90 هكا 90 كتكون هكا هذه تكون شي 70. هنا نجربوها ونشوف، تابعوا معايا، نحطوا النقطة فوق النقطة، سطر فوق سطر، ونبدا نحسب. لاحظوا معايا صفر مع الصفر، ونبقى غادي فين وصلت. وصلت حتى لهنا 50، هاد 90، 60، 70، 80، 90، 90، 80، 70، 60، اذا 60 درجة القياس ديالها، 60 درجة. انتما كتلاحظوا هنا 10، 20، هذاك الخطوطة مبينة لنا 20، ها 30، ها 40، ها 50، ها 60، شتي هنا فين كاين نفس 60، إذا 60 درجة غلطت، ماشي 70 غير 60، ولكن ماشي مشكل، هو قال لك غير قدر، حتى أنا قدرت وغلطت، حتى واحد ما يقول هذا راه قال لك تقدير، ماشي قال لك ضروري جيبها قدا، غير قدرت شفت بعيني وقلت ربما تكون. إذا هذه شنو كتسمى اللي أقل من 90 درجة؟ كتسمى زاوية حادة، حادة، واضح؟ نمروا للزاوية الأخيرة. الزاوية الأخيرة كتلاحظوا شنو هي؟ إي أش جي، إي أش جي، ولا تقول لها جي أش إي، هادي اللي تكون الوسط ضروري. إذا إي أش، نديروها بستيلو آخر، إي أش جي، ونديرو الطربوش هنا، الرأس هو أش، الضلعان ديالها هو أش إي، جهة مسدودة وجهة مفتوحة، جهة الرأس هي اللي مسدودة، و أش جي، جهة الرأس بطبيعة الحال هي اللي مسدودة. نشوفو شحال هادي غتكون، هادي غتكون كتر من 90، علاش؟ لأن هاد 90 غتكون هكا، غتكون شي 110 ولا 100، غتكون تقريبا واحد 110 ولا 120، هذا التقدير، ولكن نتأكد، نتأكد منها. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا هاد النقطة نحطها على النقطة، السطر نحطها على السطر، كندور باش يجي السطر على السطر. لاحظوا معايا مزيان، هي النقطة على النقطة، السطر على السطر، وكنبدا نحسب من الصفر، صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110، و 120 كما كتلاحظوا، 120 درجة. انا غلطت فيها عاود، اذا شحال القياس ديالها؟ 120 درجة، وهذه كتسمى زاوية منفرجة، اللي كثر من الزاوية قائمة كتسمى زاوية منفرجة، زاوية مفتوحة، واضح؟ الان نمر الى السؤال الثاني، لاحظوا معي مزيان. التمرين الثاني يقول اتتبع مراحل الانجاز، هذه المراحل هذه من 1 حتى 4، ثم انشئ زاوية كي بي ار، هذه الزاوية هذه كي بي ار تقايس الزاوية أ أو بي، تكون قدها قد هاد الزاوية، كيفاش غنديرو لها؟ تبعو معايا، غنشد، غنصاوب زاوية، أجو نتوما وديرو زاوية أو أ بي كيما بغات تجي، صاوب زاوية وصافي، كيما بلا ما تحسب حتى حاجة، شد زاوية ودير لها، ها هي، وسميها أو أ بي، ها هي الزاوية ديالي. ياك غنجي وغندير انا من بعد غادي نصاوب زاويه بحالها، كيفاش غندير؟ تبع معايا، غنشد البركه وغندير واحد القويه الصغير ونخلي نفس الفتحه، شتو؟ دير واحد القويه الصغير قد هكا وما تخسرش الفتحه، برك وما تخسرش الفتحه، هات الفتحه خليها كيما هي، وتجي هنا دير هاد النقطه، هادي سميتها جي، عقال مزيان، وهادي سميتها اي، واضح؟ هادي المرحلة دابا الأولى، المرحلة الأولى، ندوزو للمرحلة الثانية، شنو غتجي؟ غتجي الزاوية الأخرى، غنرسموها بالخضر، الزاوية سميتها هاد بي آر كي، أول حاجة غنصاوبو هاد بي آر، غنجي وغندير واحد السطير ديالي، تبع معايا، نصاوب السطر ديالي كيما كان، ما سوقكش فيه، إذا غنجي غندير بي آر. ها هو بي هو المهم، و ار غنكتبها هاك، ياك بنفس الفتحة اللي كانت عندي، غندور الدائرة،
هي نفس الفتحه اللي كانت عندي، غنجي نحطها هنا باش تكون الزاويه اللي غنصابو قداني جا، ونديرو الدوره ديالنا كما عندنا في اثنان. فهمت؟ واش كنسميها هذه؟ كنسميها كما سميت هذه اي، هذه غنسميها او، وهذه باقا ما عرفناهاش بلاتي علينا. تعا نوصلوا للمرحله ديال، تعا نوصلوا للمرحله الثالثه. شوفوا المرحله الثالثه شنو مطلوب فيها. ها المرحله الثالثه شنو غنجي دابا غنرسم او ا. هاد او ا نيت شنو غندير؟ ولا بلا ما نرسمها ارجع ليها النيت. هاد او ا ارجع ليها بالضبط. هاد الجي شنو غندير؟ كي قال لك غتعبر لي ما بين هنا وهنا. المرحله الثالثه راه هي هادي، غتعبر ما بين هنا وهنا. تبع نعبر ما بين هادي وما بين هادي نفسها. غنجي تاني في المرحله الاخرى غنعبر ما بين هادي وهادي، هادي المرحله الرابعه ما بين هادي وهادي. اذا دابا شنو نفضحنا؟ دابا فضحنا هاد هاد خد الجي. دابا هاد او راه كتشبه الاي، وهادي هاد اف كتشبه الجي. اذا حنا صاوبنا اف. دابا شنو بقى لنا؟ هاد النقط، يعني هاد الخط هاد المستقيم اللي دايز من بي لاف. اذا نسطرو وعيبان لنا الزاويتين ولا خوت. فهمت؟ بلا بوهم وجدهم هما خوت، هادي قد هادي بحال بحال في كل شيء. واضح؟ اذا هادي اش كتسمى؟ كي ار كي بي ار، هذا هو الراس هو اللي كنديروه الوسط، وهادي ا او بي هما خوت، هادي خت هادي متقايستان في كل شيء. من كتلاحظ هنا كتلقى او اي، او اي تساوي بي او، هادي كتساوي هادي ياك، وهادي او جي هادي كتساوي لنا هادي قدها كتساوي بي اف نفس الشيء. واضح؟ هادو هما مراحل ديال الانجاز. نمر الان التمرين رقم 3. التمرين الثالث يقول ارسم الزاويه ا او بي، الزاويه ا او بي ارسمها، اقص الورقه باتباع نصفي المستقيم او ا و او بي. لاحظوا معايا مزيان، شدوا الزاويه ورسموها كما بغيتو. ها هي مثلا نعتبروا هذه هي ا وهذه بي وهذه او ياك، ونقطعوها. انا هي قطعتها ماشي ضروري تكون قدها قد هذه لان ما طلبناهاش منها. قال لك ها هي او ا بي. شنو ندير دابا؟ قال لك اطوي الورقه الممثله للزاويه ا او بي اللي كتمثلنا الزاويه ا او بي، نطويها بحيث ينطبق الضلع او ا نلصقو على الضلع او بي. هنا الضلع او ا عاد تلصق مع الضلع او بي. ناخذ معايا مزيان، اساس هو هنا الوسط تمشي من الراس مقادد. فهمت؟ الراس يكون مقادد وهذا الضلع ينطبق على هذا الضلع هذا. شتي يبقى غادي منطابق على الاخر، وكدير هذه مزيان وكتفتح. من عاد تفتح عيبالك بان دايزنا واحد الخط ديال الطي، دايزنا من النص ديال الزاويه بحال اللي كيقسم ديك الزاويه الاولى الى نصفين متقايسين. هادي قد هادي نصفين متقايسين، وهذا اللي دايز الوسط هو اللي نسميوه منصف الزاويه، بحال اللي كيقسمها لجوج زاويات قد قد. شفتوا بحال اللي كيقسمها جوج زاويات زاويتين متقايستين، هذا هو اللي كيتسمى منصف الزاويه. اذا ارسموا خطي، هو اللي طويناه هو اللي رسمناه. كيفاش رسموه؟ ما رسمناش، حنا درنا له غير طويناه، حنا نرسموه دابا. درنا هو خط طي رسمناه. قالك ماذا يمثل المستقيم دي؟ هاد خطي هو الدي. شنو كيمثل لنا؟ هذا كيمثل لنا منصف الزاويه، يمثل لنا نسميوه اللي عليه درس اليوم هو منصف الزاويه. حنا صوبنا منصف الزاويه. واضح؟ نمر الان التمرين رقم 4 شوف شنو مطلوب فيه. التمرين 4 يقول ارسم الزاويه جي اي كا
جي اي كا ديما الراس كيدير هو الوسط وكنديروا الطربوش على ورقه. رسموا على ورقه، انا رسمتها لكم هنا كا وهنا اي وهنا جي، هنا درت ال هنا جي، ها هي هنا جي اي كا، ها هي جي اي كا، جي اي كا. اطوي الورقه الممثله للزاويه جي اي كا بحيث ينطبق الضلع اي كا على الضلع اي جي. نطوي الورقه باش ينطبق لها الضلع هذا على هذا الضلع هذا. لاحظوا معايا مزيان، اذا هذا الضلع هذا اي كا نطوي عند الضلع اي جي. لاحظوا معايا مزيان، استلصق عليه طابقا. هنا ارسم خط الطي، هذا خط الطي ارسمه، لاحظوا معايا خط الطي هو رسمته. شنو مطلوب منا عود اخر؟ ارسم خط وارسم عليه النقطة ال، مثلا هذه هي ال، واضح؟ اذا هذه ك، هذه ال، هذه جي، وهذه اي. هما واضحين؟ شنو نطلب منا؟ احسب قياس الزاويه ال اي كا. ال اي كا يعني هذا القياس الزاويه خصني نعرفو شحال، كم درجه ال اي كا، خصني هذا القياس الزاويه. هذه اش كتسمى ال اي كا، هذه الزاويه ال اي كا خصني نخرجها، وقياس الزاوية ال اي جي، وقياس ديال هاد الزاوية هادي ال ال اي جي حتى هي نقيسوها. وماذا تستنتج؟ من الاخر نقيسوها مع نلقاو هادي كدالي، لان هاد المنصف الزاوية كيقسمهم لزاويتين متقايستين، غنقيسوهم ونتأكدوا بانهم كيتقايسوا بعضياتهم، يعني عندهم نفس القياس. اذا لاحظوا معايا كيفاش غنعبروها، نديرو النقطة على النقطة كما كتشوفوا، سطر على سطر، ها هو. وكنبداو نحسبو من الصفر، صفر، عشرة، عشرين، ثلاثين، ربعين. هنا جات ما بين ربعين و خمسين، كنشوف هادي خمسة و ربعين، إذن هادي خمسة و ربعين درجة. نحسبو الأخرى، واضح؟ إذن نديرو النقطة على النقطة و سطر على سطر، تبعو معايا، نقطة على النقطة، سطر على سطر. ونبداو نعبرو من الفوق، صفر، عشرة، عشرين، ثلاثين، ربعين. هانت ما بين ربعين والخمسين كاينة خمسة وربعين، إذا تا هادي خمسة وربعين درجة. ممكن نحسبوهم بجوج نلقاهم تسعين درجة، يعني زاوية قائمة، هادي زاوية قائمة، خمسة وربعين، خمسة وربعين هي تسعين درجة. إذا هادي الزاويتان متقايستان. إذا كانت عندنا الزاوية في الأصل زاوية قائمة فيها تسعين درجة، من درنا منصف الزاوية قسمها إلي زاويتين متقايستين، واحدة فيها 45 واحدة فيها 45، جمعناهم كيعطيني 90 درجة، واضح؟ إذا أحسب قياس الزاوية ال اي جي وقياس الزاوية، بدأ سنتج الزاويتان متقايستان، الزاويتان متقايستان، لأن أصلا منصف الزاوية كيقسمها إلى قسمين، كيقسمها لجوج زوايا متقايسة. واضح. نمرو الآن التمرين رقم خمسة، انتبهوا هذا أهم تمرين هو التمرين خمسة، فيه غنتعلمو كيفاش نصاوبو منصف الزاوية، فيه في هذا التمرين غنتعلمو كيفاش نصاوبو منصف الزاوية بلا ما نديرو ديك التقنية ديال الطي، ما نبقاوش نشدو الورقة ديما ونطويوها، غنتعلمو التقنية ديال كيفاش نصاوبو منصف الزاوية. وركزوا معايا نبارك عليكم مزيان، اليوم غنتعلمو كيفاش غنصاوبوها. قالك أسيدي أنشف على دفتري زاوية أ أو بي كيما كانت، أجا الدفتر ورسم زاوية كيما بغات تكون أ أو بي، هاهي ها زاوية ديرهم كيما بغات كيما جاتك، ديرها أ أو بي، هاهي ندير هنا أ وهنا أو وهنا بي فيما جاتني، صافي هادي الزاوية ديالي. شنو مطلوب مني موراها؟ قالك أنشئ باستعمال بركار نقطة إي من الضلع أو أ، ندير في هاد الضلع أو أ واحد النقطة إي، وفي هاد التي أنا قلبتهم خصني بي هنا.
وخصني أ هنا باش بقاو تابعين معايا الشرح وصافي ما هو راه بحال بحال ما عندناش مشكل. اذا قالك او ا عتصاوب لنا النقطه اي من دلع او ا ونقطه جي من دلع او ا بحيث او اي يساوي او جي. انا بغيت نصاوب واحد اي هنا والجي هنايا ولكن يكونوا قد قد يعني المسافه ما بين او اي هي نفس المسافه ما بين او جي. اذا كيفاش كندير باش نحافظ على المسافه؟ لعقلت اي حاجه كنحافظ بها على المسافه كنستعمل هذه الاداه السحريه هي البركه. اذا بغيت انا نحافظ على نفس المسافه كنجي هكا ودير قوس من الراس حتى الراس ولكن برك مزيان في المركز في الراس ودير قوس هات شوف ديرو ما تحيدش كاع خليتك وكمل القوس ديالك صافي. هذه الطريقه ما ديرش كما دايرين هما مقطعينها دايرين هكا مقطعين ولا دايرينها لا انت خدم لي هاك. انا نقولك الله يرضى عليك خدم بهذه الطريقه اللي غنوريك انا. عترسم هنا الجي وهنا اي دابا فهمنا. تبع معي غنوريك طريقه اخرى فهمت. دابا شنو غندير؟ نشد هادي ياك هي النيت غنمشي لديك اي ولا جي ونشد داك القوس وغندور واحد الدائره اخرى هاك تبع معايا وغنجي للجهه الاخرى هنا وغندور قوس اخر تيتلاقى شتو. وهذا راه هو منصف الزاويه في هذه النقطه هذه سط كيتسمى لكم منصف الزاويه فهمتوا. انا نعاود لكم اشنو درت في الاول. جيت لهنا للمركز ودورت واحد القوس من الراس للراس ياك من مورا جيت لهنا ودرت قوس وليت تقابلت معاه ونفس الفتحه درت قوس اخر شفتو وفي ما تلاقاو لي هذاك هو منصف الزاويه. وكنشدو من الراس للراس وكنلقى هذاك هو منصف الزاويه بحال راه طوينا ها هي بطريقه البركار. هذا هو منصف الزاويه طريقه سهله بلا طوي بلا والو. نعاود جي هنا ندور ولي نجي هنا ندير قوس مشي الجهه الفوقانيه ندير قوس وما نغيرش كاع الفتحه ديال البركه واضح. اذا هذه شنو سميناها؟ سميناها كا. شنو دابا مطلوب منا؟ هاك وحافظ هي راه درناها قوس مركزه اي وقوس اخر مركزه جدا درنا هذا الشيء. القوسان يتقاطعان في نقطه كا هي هذه. احسب قياس الزاويه كا او اي وقياس الزاويه كا او جي. قالك تحسب لي هذه الزاويه هذه كا او اي هذه الزاويه هذه قياس ديالها وقال لك تحسب الزاويه الاخرى كا او جي كا او جي هذه. عاد تقولك ماذا تستنتج؟ تقول انا استنتج ان الزاويتان متقايستان باينه هذه قد هذه. تابعوا حنا كنحطوا الراس على الراس الخط على الخط ونبداو نحسبوا صفر 20 25 هادي ما بين 25 و 30 قول واحد 26 27 اونص 27 اونص هو القياس ديال 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 هاد الزاويه 27 اونص درجه. هنا ثاني نفس الشيء غنلقاو هاد كتساوي 27 اونص 100%. اذا ها هي شتو ها 20 ها 25 هي ما بين 25 و 30 كتشوف هنا نيشان غتلقاها هنايا 27 اونص. اذا كما قلت لكم الزاويتان شنو نلاحظوا يعني الزاويتان متقايستان. ماذا استنتج؟ الزاويتان متقايستان. عقلت اهم حاجه هي تعقل على كيفاش خدمنا منصف الزاويه. هذا اهم حاجه كاينه في هذا الدرس. نمر الان للتمرين رقم 6. التمرين رقم 6 يقول لك جو كونستروي لا بيسيكتريس منصف الزاويه دو شاكا دي زونغ سويفون ديال كل هاد الزوايا هادو كل واحد غنصيب له المنصف الزاويه الاد ما نستعمل لا بركار لا هادي لا هادا الاد دون غاغل سولمون باستعمال المسطره فقط. اذا كيفاش غنعرف باستعمال المسطره؟ اذا قياس هاد الزاويه شحال؟ هيا من صفر 10 20 30 40 50 60 70 80. اذا شحال النص ديالها؟ هو 40. فين هي 40؟ اذا شنو هنا؟ 10 20 30 40 تبع معايا مزيان. اذا هنا كل درجه فيها 5 5 10 15 20 25 30 35 40. اذا هنا خصني نوقف 240 ونجيب المسطره ديالي وندير هكا
إذن هذا هو منصف الزاوية، هذه النص وهذه النص، واضح؟ هنا نجيو لهذه، شوف معايا شحال، 90 90 100 110 16 120، إذن 120 هذه، فنقلب على الستين، هاي ستين، هاي هنا، 120 نص ديالها هو 60، وكنجي لهنا وندير المنصف ديال الزاوية ديالي، ما احتجنا لا هذه لا هذه، هذه قد هذه، وهنا هذه قد هذه، بقات لي الزاوية الأخيرة. لاحظوا معايا مزيان هنا شحال عندنا، 10 20 30 40 50 60، 60 إذا نقلب على 30 هاد 30 هو منصف الزاوية، النص ديال 60 هو 30، وكنجي كنرسم المسطرة منصف الزاوية، إذن هنا رسمت منصف الزاوية البيسيكت حيس دو سيزونغل، واضح؟ هكا كملنا التمارين ديال الصفحة 48 إلى اللقاء.